الباب. عرفت كأنه فايتين على خان. شو كانوا عم يعملوا جنودا بمشغل كلياته بنات؟ عم بيحاولوا يعتدوا على أعراض. استحوا على حالكم واطلعوا من بلدنا. منرحب فيكم قناة قباند دراما، واليوم رح نحكي عن المسلسل الشامي بروكر. 4 3 2 منور منور، شو صار مع منور؟ شو صار مع منور؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا منور. في خلية ما تجي على بيتي. مين هالابن الكلب اللي اعتدى على بيتي؟ ما حدا يشوف. خليك بعد مرة هنائي. نحن وين وانتو وين؟ وشو على الأدب؟ لأنه انتحر بنت الحارة. بروكار عمل بيئي شامي من إنتاج شركة قبند، وتأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب. أخذوا عزام، طلعنا أخذنا أول عامل عند المسكن. نعم العامل الثاني جاي يزعل وطلع. بتدور أحداث العمل بنهاية الاحتلال الفرنسي لسوريا، تحديداً بعام 1942. بيحكي العمل عن صناعة البروكار ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هالصناعة، بيسلط الضوء على دور المرأة السورية بمواجهة الاحتلال بطرق عديدة ومختلفة. هالعمل محاولة من الكاتب للابتعاد عن العادات والتقاليد والأفكار الخاطئة اللي انطرحت بأعمال شامية سابقة، يعني قدم المرأة السورية بأبهى صورة، أو فينا نقول بصورتها الحقيقية، المرأة المتعلمة المثقفة. كيف بتقرروا عني من دون ما تأخذوا رأيي؟ البنت عنا ما لا رأي. عندك ما لا رأي؟ أم عصمت، أم عزمي، أم منور، والولدين إخلاء سبيل. شوف أنا ما بطلع من هون لحتى تطلع الدكتورة أنتوانيت. رح نتعرف أكثر على أبطال العمل. الفنانة الشابة زينب رافي بشخصية بوثينة. بوثينة بنت أبو النور زعيم حارة الجوزة، اللي عم يلعب دوره الفنان عبد الهادي الصباغ. بوثينة الشخصية القوية. يامو جيبي لنا شاكوش خلينا نكسر هالجبصي. لا ما في داعي. ولك يا برني اللي خلقي. لك والله أنت بدي بترفعي الراس. حبيبتي والله بتعدي بالمكتب بدي أخلقك وتقولي لي رجالي رجالي على البيت. حبيب رجع لحالي. وانت كيف بدك ترجعي لحالي؟ مو قادره تدقي باب بيت. مثل ما بدك. تنشأ علاقة حب بينها وبين عصمت ابن عزمي بيك. صورتك وابتسامتك ما عم بيفارقوني. يعني اليوم اللي ما عم شوفك فيه عم حس حالي ضايع. هالحب دايما بيتقابل بالرفض، العداوات بين العائلتين، فيا ترى ممكن يتكلل هالحب بالزواج؟ كأنه بنت ابو النور مسحت لك دماغك وعبت راسك بالضي. إذا مشان الخطبة ما في داعي. والنجم الشاب يزن خليل بشخصية عصمت
طبيب ومحب للخير على خلاف أبي عزمي بيك. لأني بحبك ما بدي أبوك يزعل من أبني. إذا قصدك مش على قصة بوسينة، لا أبدا، بوسينة رح تصير مرتي إذا بتطبق السما على الأرض. وبتطل علينا الفنانة مها المصري، امرأة أرستقراطية طيبة مقتنعة بأفكار زوجها عزمي بيك. تكون سياسي ناجح لازم تعرف كيف تكسب ثقة أهلك. خذوا اللي على الطاولة والباقي من تحت من المطبخ. أمرك يا معلمتي. يلا يلا الله لا يحرمنا ياك. عم يقولوا في تاجر حلبي بده يجيب خيط ذهب وخيط فضة. عزمي بيك زعيم حارة الخوخة، بيلعب دوره الفنان زهير رمضان، تاجر بخيط الفضة. شغلتنا ما حدا بيقدر يفوت عليها، بالعكس أنا فيني فوت على شغلة خيط الذهب تبع أبو النور، وأبو النور كمان فيني فوت على شغلتنا. ورجل سياسي وأحد أعضاء الكتلة الوطنية، بيتخلى عن مبادئه لأجل مصالحه السياسية. يعني انك تتعامل مع الفرنسي؟ هذا شيء مستحيل. ليش؟ العلاقة مع الفرنسي سيئة كتير، وخاصة بعد حادثة المشغل وحبس ابني، فينك تقول العلاقة معدومة. تأكد يا عزمي بيك انه هاي الإساءة مو إلك وحدك، هاي إساءة إلنا كمان، ورح نعرف الفاعلين بوعدك. ميرسي بوكو. والفنانة الجميلة سلمى المصري بدور أم النور تتعرض لأزمة نفسية بعد حادثة سرقة بتتم ببيتها، وبتبدأ الإشاعات بشي صار وشي ما صار. حرامي يا ناس يا ناس يا هلا. شخصية أم النور هي مرت زعيم الحارة أبو النور. هي شخصية بتحسيها محلات، يعني هي مثل قايدة الشايلة، يعني كلمتها كلمة ومحلات بتلطخ. بما انه عندها هي هالبنت، بنتها تقريبا هي محور العمل. يعني انا مالي مطمنه لكل تصرفاتك مع هدول الجماعه، بعدين بتعرفي خلاف ابوك معهم. يا عمو مشان الله روحي معي دقيقتين بس. تتهم ام النور بشي، فهون بيصير في شويه فتور لحتى تنكشف الحقيقه. حكي الناس على امي مانو مزبوط، وانا من بكره بدي قص لسان كل واحد بيجيب سيرة أمي بكلمة زاحلة. والفنان عبد الهادي الصباغ بدور أبو النور زعيم حارة الجوزة. مالك معلم أنا بخسر كل الزباين. خلاص ما في مشكلة أنا بعوض تاجر بخيط الذهب.
منشوفه دايماً بصراع مع عزمي بيك بيودي هالصراع لخلافات عائلية. وكل مرة أبو العالي بركي هالمرة بيزبط. ما بيزبط، ما عنده أخلاق. لك الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. الله لا يوفقه، كيف ما تحرك رجاي بالله. أنت ليش ما بتفتح ورشة فضة وأنا بدعمك فيها؟ لك يا أخي المشكلة إنه عزمي بيك مسيطر على الفضة، ما فيني أشتغل إلا عن طريقه. ومنشوف دور المرأة القوية والطيبة بشخصية الطبيبة أنتوانيت يلي بتأدي شخصيتها الفنانة العظيمة نادين خوري. في دكتور لئيم شاف الوحمة اللي على إيد بوسينة وناوي يفتح القصة من أول وجديد. ليش ما خلصنا من القصة؟ كتير ضروري إنك أنت تنتقلي من هون لمكان تاني ما حدا يعرف وينك نهائياً. بكل عمل في شخصية مميزة بيأدي دور فنان مميز بحضوره الدرامي الفنان سعد مينا بشخصية الهمشري أخ عزمي بيك. أنا أم عزمي وبيقلولي أم الهمشري. بتاجر بجلود الحيوانات اللي بيصطادها، شهم محب للناس ذو شخصية غامضة. أقول لك كيف نقتلوا عسكركم، لأنه عم بيحاولوا يعتدوا على أعراضنا. ولما بدنا نحكي عن الروح والضحكة الحلوة ما قلنا غير الفنانة طولاي هارون اللي عم تجسد شخصية أم حسن زوجة أبو حسن صاحب مشغل البروكار. ما قال له يجي يطلب البنت، والله أعلم أخذ على خاطره. العمل بيئي شامي بس متعدد الخطوط، بيضم خط رومانسي وبوليسي وخط كوميدي من خلال هالثنائي المهضوم اللي حبوا يضيفوا نكهة مميزة للعمل بطريقتهم الخاصة، الفنان وائل زيدان بشخصية سعده والفنان معن عبد الحق بشخصية كرمه. أنتم ما مطلوبين. ما رح نطلع من هون لو على جسسنا.
روح يا عزمي بيك. لا كريم ساعده لك هذا المنشري عليك عم تضحك. أما شخصية طاووس اللي بيلعب دوره الفنان على قاسم واحد من رجال أبو النور بينفصل عنه لينضم لعصابة هنائي اللي بيلعب دوره الفنان قاسم ملحو. شو هاي هنائي حاف عم تقله؟ بتقله معلم هنائي، هنائي بيك، هنائي باشا، هنائي آغا. صبي صبي. شخصية حطاب بالحارة اللي هو بيعرف الحارة الحطب باعتبار كان هو مادة أساسية إلى علاقة بالتدفئة بهذاك الوقت. وبصير طبعا تعرض لمجموعة من المعادلات والمواقف والحكايات الدرامية ضمن أحداث الحارة. الشخصية ممتدة على طول 30 حلقة. ما رح أحكي كتير عن تفاصيلها وحكاياتها إلا شغلة بسيطة كتير إنه هو بيتعرض لابتزاز جنسي من إحدى الشخصيات. وبس ما حأحكي أكثر من هيك، خلي العمل يكشف عنه. عم تهدد ولا غزال؟ مثل ما تريد احسبها. روكار قصة ورواية بدمشق مخباية وبنجومنا مضواية، يا ترى شو الحكاية؟